هل القصد أن هنالك خلاف سياسي موجود ربما طغى أو ظهر على السطح من أجل من أجل كيف أوصف لك إياه؟ يعني أنت من تجي تتكلم والله هاي مصالح أمريكية، هل هي هاي الحجة الوحيدة اللي ممكن أنه تسقط بها الحكومة؟ محتمل محتمل، والدليل أنه السفارة الأمريكية اليوم رومانسكي نزلت تغريدة في هذا الموضوع. طيب لماذا الاستهدافات فقط في بغداد؟ ولماذا بهالشكل هذا؟ الآن إحنا من نأتي ونتكلم، وخاصة بعد زيارة، يعني أنا اليوم سيد رئيس وزراء القائد العام زار جهاز مكافحة الإرهاب الذي أتوقع أنه سيكون له دور في المستقبل في هذا الموضوع. زيارة الرئيس وزراء لا أعتقد بأنها زيارة اعتيادية في رأيي الشخصي. أستاذ نعم أستاذ سرمد نعم يعني تعتقد أنه المستهدف بهذه القصة تحديدا من كلمات أنتقيها من خطابك هو السيد السوداني، وأن من دعم هذه هي القوى المناوئة للسوداني والمتضررة من السوداني بهذا الصراحة؟ لا يعني أنا أعطيني أنت، يعني خلي أنا قلت لك خلينا، أنت لست بغريب عن الشارع العراقي، والأستاذ منقذ أيضا كذلك، خلينا نتناقش في هذا الموضوع. اليوم أنا من أجي أضرب كتر بلار أو أضرب KFC أو أضرب ليش هم دي أكل عراقي ودي يشتغل عراقي والدافع الوكالة 5 مليون دولار أو كذا رقم هو عراقي، وحتى كامبريدج اصلا للعلم اليوم ما حد كامبريدج بريطاني قال ما عندنا فرع كامبريدج في بغداد، قال سحبت من الوكاله قبل 5 سنوات. نعم قال سحبت منه الوكاله قبل 5 سنوات. فلذلك احنا نتكلم عن هذا الموضوع بالذات. انا اقول شيئا واحدا، لا استهين بالقوات الامنيه ابد، ولا الكل إن شاء الله يقومون بواجباتهم، لكن أرجو أن أي واحد من عندنا يخلي نفسه بمكان رئيس وزراء. ليس من المعقول أنه القائد العام راح ينزل للشارع نفسه. أنا كنت في قناة قبل قناتكم، دخلت في شارع الجمهورية 4 سيطرات وقفتني بين باب المعظم والسنك، وإلى أن وصلت وبيتي قريب يعني تقريبا على قناتكم أيضا 3 سيطرات وقفتني. طيب هذه السيطرات إذا ماذا تمسك ذولا، منو مسؤولية منو يمسكهم؟ أنا أوقف بالشارع لو أنت توقف بالشارع. هاي نقطة. نعم. ثاني شيء العملية نعم. تمت. أكمل. أي نعم أكمل. نعم بس خليني أوضح. أكمل. العملية تمت بالساعة 120 بالتوقيت العسكري، يعني بالوحدة وثلث. بالوحدة وثلث المناطق هذه أنت تعرف كل زين ما شاء الله بغداد بالثنتين ونص أصلاً مزدحمة. يعني من أتكلم مزدحمة إن شاء الله تيجي بغداد وتشوف الوضع. طيب هذا من وقف وحفر وبعدين ردم الحفرة وخلى العبوة مالته وفي منطقة مثل الجادرية أو المربع الرئاسي، وهذه كلها عبارة عن فرقة خاصة، عن اتحادية، عن كل شيء تريد من القوات الأمنية موجودة هناك، بالإضافة إلى أنه مزروعة تماما بالكاميرات. شلون أخذ راحته واشتغل؟ شلون أخذ راحته واشتغل بهالمنطقة هاي؟ يعني هاي أسئلة يحتاج لها أجوبة. أستاذ سلمد أنت يعني أنت شلون مثلاً هاي الأسئلة التي تذكرها إنه شلون عبر بندقية وشلون عبر عبوة ناسفة؟ السؤال الأخطر شلون ينقل صواريخ كروز وشلون يمر؟ أي وشلون طبت؟ هو هذا وشلون طبت وشلون انطلقت؟ هاي أسئلة. السؤال الآخر والأهم هذه من يحقق؟ الأهم يا أستاذ سرمد الذي يشكل علامة للمستقبل، زيارة القائد العام للقوات المسلحة تحديدا اليوم إلى جهاز مكافحة الإرهاب، بمعنى أنه قرر أن يواجه اللا دولة بغض النظر عن عناوينها، ممكن أن نشهد سيناريو من هذا النوع مستقبلا أو قريبا؟ لا عاد شو تسوي انت، انا هم لو ممكن قائد العام نفس الحاله اجيب اقوى قوه عندي تواجه هذا الموضوع. استاذ نجم الله يخليك، رئيس وزراء راح اسبوع كامل لامريكا، اسمح لي
اسمح لي، رئيس وزراء راح اسبوع لامريكا ودي يحاول يرجع علاقاتنا للعالم، والعالم ده تساعد ويانا، ودي يقول له ان هذه كل شيء مفتوح لكم فيما يخص الاعمار، فيما يخص التسليح، فيما يخص كثير من امور. هسه وزير الدفاع موجود بايطاليا دي يشوف المنتجات الايطاليه من طائرات وسفن وغير ذلك. زين يعني احنا نبني طابوقه رد نرجع نفلش 100 طابوقه. انا راح اقول لك شغله واحده، هسه هم اللي فجروا مثلنا اخوتنا اكيد، يعني ما بصراحه يعني هم عراقيين وكل عراقي انا اخويا. اتمنى اوجه لهم نداء، اقول لهم يا اخوان تفضلوا انزلوا بالشارع واسالوا، قل لاي مواطن عراقي حتى لو كان جاهلا، قل له تقبل اني افجر هذه بهذه الاماكن او اضرب المصالح هذه الغربيه؟ اذا وافقوا عليكم انا بالنسبه لي يعني حتى بالتلفزيون بعد ما اطلع، لانه طبعا الموضوع اثار امتعاض الكثيرين. نعم. استاذ نجم، نعم استاذ، حتى الاخوه يعني بعض المحللين الاطار ما وافقوا، ما حد يوافق. يعني انت اليوم تريد تبني بغداد جديده، نريد ننهض، نريد نخلص 21 سنه احنا ضيم وظلايم، ضيم وظلايم. أي. 21 سنه احنا نحتاج الى تخطيط، وانا دائما اقول مو ضد احد، احنا نحتاج عندما نقدم على خطوه إذا ضربت فأوجع وإذا أطعمت فأشبع. مو كل واحد يجي التليفون يحط دجاجته بحلقة ويركض. ولكم هذا وطن يحتاج إلى رعاية من أهله. شوفوا دول العالم شلون تحافظ على شعوبه.